مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. وصلنا بالحديث لمناظر أول جنب ذات العلاقة بالأسبستوس بالأمنيات. طيب، اللي بيتعرضوا للأسبستوس بيكون هي المواد الموجودة مثلا بمواد العزل، بالأسقف، بالرفوق، بالأسطح، أوكي، بالدهان، بالحجر. ممكن حتى لما بيصير البناء قديم تتحرر ذرات الأسبستوس بالهواء ويستنشق العمال مثلا، يتعرضوا لها المشاكل. المشاكل عم تكون على مستوى البلورا، على مستوى الجنب، او على مستوى متن الرئه، على مستوى اللانج. لو نحن متفقين. طيب، بدايه راح تكون لي لويحات الجنبيه، بلورال بلاك. بالبدايه عندي انا رئه، غشاء الجنب البلورال هو عم يكون جنب جداري، فيسرال حشوي ملتصق بالرئه، وفي جنب بارايتال جداري حشوي بسرل، وفي جداري. اللويحات الجنبية عم تكون على مستوى الجداري، اللويحات بها مستوى، اتفقنا؟ بينما التسمك مثل ما راح نشوف بعد شوي، التسمك على مستوى الحشوية ملتصق بالرئة، ماشي؟ هاي تفاصيل بسيطة. وبالتالي اللويحات على حساب الجنب الجدارية هو المظهر الأكثر شيوعا، لا عرضية، ما بتعمل مشاكل، تكتشف صدفة أثناء التصوير، قد تتكلس، حميدة، لا تسبب اضطراب ظافرية ولا تسبب أعراض، وأمورة فل الفل. كيف شكله؟ لاحظ هاي لويحات الأسبستوس، أسبستوس بلاك. بصراحة أنا بشبهها كأنك عم تكب مي على الصورة، تلاحظ أنه في مي مكبوب، أوكي؟ هاي أسبستوس بلاك. إذا أنت مو مر عليك سابقا تحس أنه الصورة ليكون في مشكلة بالتحميض أو بتثبيت الصورة، لا، أوكي؟ وبالتالي هاي هي التهاب الجنب الحاد الحميد بالأسبستوس. التهاب الجنب مجرد ما صار في التهاب ما نها في ألم، صح؟ هو قد يكون تحت السرير، ما في مشكلة، ألم جنبي وحمى خفيفة. التشخيص أنك تنفي الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ألم جنبي وأنصيبها بجنب، اتفقنا؟ مع أنه متكرر قد يحدث تسمك، معناها كلمتين صغار، اللويحات هي لا عرضية، تكتشف صدفة، التهاب الجنب الحاد هو ألم حاد مع حرارة خفيفة بالجنب، باختصار شديد جدا. المشاكل اللي تسبب آلام جنبية عندك النمونيا، النوموثوراكس، أوكي، البولمونيك إمبولاي، هاي المشاكل قد تسبب آلام جدارية تزداد على النفس، ماشي. طيب، تسمك الجنب المنتشر يصيب غشاء الجنب الحشوي، غشاء الجنب الحشوي، بما انه على مستوى الحشوي قد يسبب مشاكل تعيق، يعني يسبب اصابه رئويه تحدديه، تسبب زله، الم صدري دائم، وهالكلام. على الصوره تسمك جنبي، انغلاق للزاويه الضرعيه الحجابيه احيانا مثل ما راح نشوف بعد شوي، لا يوجد علاج، يمكن في بعض الاحيان قد نلجا الى تقشير الجراحي للجنب. اذا كان في تسمك شديد قد يشك بورم، لازم نعمل خزع باختصار شديد. معناها من هدول الثلاثة اللي بيعمل أكثر شيء زلة تنفسية ويأثر على التنفس هو تسمك الجنب المنتشر، لأنه هو على مستوى الحشوية وعم يعيق الرئة. شوف عندك هاي تسمكات، هاي متكلسة على مستوى الجنب، أوكي، وعندك شوف حتى في خطوط سميكة جدا، لاحظ بشكل اوضح ظاهره، اتفقنا؟ تسمك جنب، حتى بيسموه هاي الورقه، هذا النبات بصراحه ما بعرف شو اسمه بالعربي، بس بيسموه بالانجليزي هولي ليف ساين، ورقه هذا النبات الهولي، كتبتها بالعربي كمان اعطاني كلمه هولي، اوكي. لاحظ تشبه اوراق هذا النبات. In English asbestos plural black asymptomatic acute benign asbestos pleurisy with pleuritic chest pain diffuse pleural thickening can lead to restrictive lung disease and some symptoms. okay. شوف مثلا بهي الصورة، هي الصورة لمريض 65 سنة بيتعرض للأسبستوس لمدة طويلة. إذا بتلاحظ أول شيء نفس طريقتنا بقراءة الصور ABC، نمسح الساعة الرئوية بشكل جيد. هلا اذا بتلاحظ في عندك كثافات غير محدده، غير واضحه الحدود،
بالساحتين الرئويتين، عندي خطوط كثيفة بهالمستوى، مزبوط؟ هلا وهي عندك هاي العلامة شوي، هاي الأسلاك، لا عملية قلب مفتوح، أوكي؟ هاي تتماشى مع تعرض للأسبستوس. هلا على فكرة كلهم بالصور لما بيوصفون بيوصفوا على إنه هي لويحات أسبستوس متكلسة أو غير متكلسة على الصورة البسيطة. شوف مستوى هالسيتي سكان لنفس المريض، إذا بتلاحظ في عندي بمستوى هاي تكلس بالجنب، لويحات أسبستوس متكلسة. شوف من بأسفل الرئة عندك لويحات بس مو متكلسة. شوف الصورة الأخرى، شوف هذا مو انصباب، تحسه هيك فيه مو منتظم، في شناخيب، في شيء هيك مشخبط، صح؟ مو إنه سموث مثل الانصباب، هذا تسمك بالجنب. لاحظ هون غير متكلس، هون لويحات جنب متكلسة، هون غير متكلسة. اتفقنا؟ هاي الصورة الأخرى لما يريد عمره 75 سنة مع تعرض طويل للأسبستوس، إذا بتلاحظ في عندك لويحات جنبية، أوكي، بالساحتين الرئويتين غير منتظمة، غير واضحة الحدود، أوكي. السي تي سكان لنفس المريض، إذا بتلاحظ أنا راح أنزل أكثر، في عندي شوف لويحات جنبية، هون متكلسة، تمام؟ لويحات جنبية متكلسة. هاي مو عظم، هذا العظم اللي تحته لويحات جنبية متكلسة. شوف لويحات جنبية متكلسة. بالأسفل في عندي انخماص بسموه دائري، أوكي. فبعد ما شفنا تأثير الأسبستوس على البلورا على الجنب، هلا راح يحكي لي على متن الرئة. هلا بما أن المريض عم يتعرض للأسبستوس بشكل متكرر، ما تمكن تنصاب بالجنب وبعدين تنصاب بالرئة، فأنت راح تشوف مظاهر على الصورة بالجنب وبالرئة. اتفقنا؟ طيب، مرض متني منتشر يحدث بعد تعرض لمستويات مهمة وعلى مدى أعوام طويلة، أوكي؟ نادرا ما يحدث على مستوى منخفض وتعرض بسيط. طيب، سريرين شو راح تشوف؟ زلة تنفسية جهدية، خراخر ناعمة بنهاية الشهيق، في قاعدتي الرئتين، يحدث تعجر أصابع. شوف أول شيء، الفكرة أنت مصاب على متن الرئة، فأنت بالسياق أمراض تحددية، هاي أول فكرة. واتفقنا هاي الأمراض تؤدي إلى فايبروسيس بعدين، تليف. فايبروسيس هذا هام جدا، والتليف بيعطيك خراخر ناعمة، فاين كراكلز، فاين كراكلز هذا التليف، أوكي. طيب، ممكن تعجر أصابع، موجودات وظائف الرئة والتظاهرات الشعاعية على السي تي سكان تشبه ذات الرئة الخلية العادية، كلام منطقي، ما في شيء جديد، غالبا تكفير التشخيص هاي المظاهر، يعني كلام عام بصراحة، بطيء الترقي. لكن هون المعلومة، هون راح يجيك السؤال، انه هو يتطور الى سرطان رئة في 4% من الحالات، وورم ظهارة ميزوثيليوما في 10% من الحالات. هلا السمعة الثابتة عليه انه الاسبستوس يؤدي الى ميزوثيليوما، لكن الاشجع من ميزوثيليوما انه الاسبستوس هو سبب سرطان رئة، لان كانسر اشجع. يعني انت عندك مرضى عم يتعرضوا للاسبستوس، 40% منهم على سنة طويلة يتعرضوا للان كانسر، بينما 10% تتطور الى ميزوثيليوما، وبالتالي سرطان الرئة هو اشجع، اوكي. طيب هاي فكرة، معناته يقول لك انه الاشجع خباثة مرتبطة مع الاسبستوس هي اللان كانسر، اوكي. بينما ده قال لك مرضى لديهم ميزوثيليوما، فالارجح هم متعرضين للاسبستوس، اوكي. In English, it's the same thing. Fibrosis can lead to fibrosis, fine crackles, finger clubbing, pulmonary function test of restrictive disease. 40% with lung cancer and 10% of mesothelioma. Okay. شوف على مستوى هاي الصورة، هذا المريض عم يتعرض للأسبستوس. إذا بتلاحظ شو هي، كيف شني أوصف هذا المنظر؟ مثل ما تعلمنا ارتشاحات شبكية، صح؟ على شكل خطوط، هاي بنصفها على انه ارتشاحات شبكية، هاي امراض متن الرئة. عندك هاي وكأنها هي لويحة جنبية من الاسبستوس، تمام؟ وبالتالي عندك ارتشاحات شبكية بفعل الاسبستوس. خلينا نشوف السي تي سكان لنفس المريض. هاي صورة السي تي سكان لنفس المريض اللي عمره 85 سنة متعرض لفترة طويلة للاسبستوس. شوف انا بقمة الرئة وعم انزل اكثر،
شايف تحت الجنب عم شوف ارتشاحات شبكية. شو هذا المنظر؟ الهاني كوم، منظر قرص العسل اللي يتماشى مع فايبروسيس، صح؟ هيك على الصورة. سريرين شو عم اسمع؟ فاين كراكلز، خراخر ناعمة، صح؟ انزل أكتر، انزل أكتر، شوف عندي بلش تظهر عندي توسعات قصبية بفعل الشد. هذا منظر الخاتم الساينت رينج، صح؟ انزل أكتر، بهالمستوى شو عندي؟ لويحات جنبية بلورال بلاك متكلسة، لويحات جنبية متكلسة، اتفقنا؟ طيب. وبالتالي مثل ما شفنا في عندي تغيرات على متن الرئة وتغيرات بالجنب تتعلق مع الأسبستوس، تمام؟ طيب الميزوثيليوم ورم خبيث يصيب الجنب، شوف لاحظ قد يصيب البرتوان. إذا حبوا يتغرزوا عليك يسألوك هيك سؤال، ممكن أن يصيب البرتوان؟ نعم ممكن، ماشي؟ بعد تعرض طويل للأسبستوس وبالذات لما يكون المريض مدخن، اتفقنا؟ حاليا عم يحاول تحسين الصناعية تقلل من هذا الشيء، كلام منطقي. يتظاهر بزلة تنفسية، ألم صدري، أوكي، نتيجة إصابة جدار الصدر، كلام منطقي. قد يغلف الرئة، يغزو المتن الرئوي، المنصف، التعمور، أوكي. ممكن يعمل طينة قائل، هو بالأخير ورم خبيث، وحتى إنذاره سيء، لأنه صار بمكان سيء، أوكي، ممكن ينتشر على مساحة، ممكن يعطينا قائل، اتفقنا؟ كتدبير أحياناً ممكن نعمل، نستطيع نعمل جراحة، أحياناً ما فينا نعمل جراحة، ممكن نعطي علاج كيميائي، علاج شعاعي، هاي التفاصيل ما كتير بتهمك، اللي يهمك إنه هو بيعمل إنذار سيء، أوكي؟ إذا كان في عندي انصباب كبير ممكن أفرغ الانصباب وأعمل إيثاق للجنب. هون حتى أعطيك أشكال نسيجية وتشريحية مرضية ما بتهمك، فكرة صغيرة عن إيثاق الجنب، لأن حتى بالأورام ممكن نعمله، بكل أورام يكون في عندي انصباب كبير عم يتجمع. تخيل أنت تبذله من المريض عدة ألتار، بعد أسبوع بيجيك بانصباب كمان شديد، ما بتشوف الرئة كلها بيضة، مرة بعد مرة حتتريح المريض، تعمل بازل تفريغي وتحت تحط مادة كيميائية مثل تتراسكلين مثلا، توثق وريقة الجنب هي مع هي، فأنت ما عم تترك مسافة لحتى يتجمع سائل، أوكي؟ طيب هذا هو إيثاق الجنب. وبالتالي الميزوثيليوما شو لازم أعرف عنه؟ إنه المريض عم يتعرض للأسبستوس، الخباثة الأشع هي لان كانسر، سرطان رئة، بعده الميزوثيليوما، بيظهر بألم جنبي، مشاكل رئوية، أوكي، يمتد، يعطينا قائل، ممكن يصير على حساب الجنب، ممكن يصير على حساب البرتوان، أوكي، هذا هو الميزوثيليوما. هلا على الصورة أعطيك الأسبستوس وتظاهراته الشعاعية، ممكن تشوف الميزوثيليوما أو الثخانات أو هاي، بس خليني أشوفك صورة حقيقية أفضل. شوف هاي الصورة، مريض عمره 65 سنة، تشكو من سعال، زلة تنفسية، بعد تعرض طويل للأسبستوس. دوما هذا عم ياخد شيء يلفت انتباهك، استنى عليه. الطريقة هي A B C، صح؟ فدوما اتبع هاي الطريقة. هلا اوكي، انا جيت على امساح شفت عندي هاي الماس بهالمستوى واضحة، انزل للأسفل لاحظ في عندي لويحة جنبية بلورال بلاك، عندي هاي اسمها بيك ساين، الحجاب الحاجز مشدود الى الاعلى، اوكي. طيب السي تي سكان لهالمريضة، شوف انا عم انزل بس تطلع عندي لويحات جنبية متكلسة، وهي كبيرة، هي غالبا ماس، هي هي ورم، صح؟ في لوحة أخرى إلى الخلف مو مبينة، يعني شفناهم على الصورة وحدة، كأنما هي وحدة وفي خلف وحدة تانية. انزل للأسفل عند اللويحة الأخرى، هي إلى الأسفل اللي صايرة فوق الحجاب الحاجز ومتكلسة، أوكي؟ طيب هي ما ظهر مرض ورم أسبستوس. الصورة الثانية، هي المريضة شوف لاحظ، إذا تتبع نفس القواعد وتمزح، في عندك كتير إصابات، ارتشاحات شبكية بمستوى الرئتين، عندي تسمك في الجنب، تسمك واضح في الجنب، أوكي؟ على صورة السي تي سكان لهي المريضة، شوف أنا عم انزل، لاحظ هاي الجنب الطبيعية، هاي عرض التسمك، تسمك كتير واضح، تسمك كتير واضح، وإذا بتلاحظ إنه ممتد
للمنصف والتعمور، مثل ما أذكر لك قبل شوي إنه ممكن يمتد للمنصف والتعمور، حتى في امتداد بين فصوص الرئة. لاحظ في هذا الامتداد قد يعبر عن كارسينوماتوسيس لنفنجايتس اللي هو ارتشاح الورمي للطرق اللمفاوية بالرئة. أوكي، في لاحظ كيف الجنب هيك متعرجة مو صافية، هذا أيضا خباثة ميزوثيليوما. ميزوثيليوما هاي الصورة، والمرضى اللي قبله كمان ميزوثيليوما. بس أنا بهالمستوى أنت شفت هاي كثافة دائرية قرب الجنب، تخطر لك إنه هي قد تكون ميزوثيليوما، بس راح أعطيك تشخيص تفرقية أخرى لكثافات أيضا دائرية. شو ممكن تكون؟ شوف هاي الصورة بهالمستوى، لاحظ عندي كيف منتظمة واضحة. من المريض بالريف، هذا المريض هو مريض هيداتيتسيست، كيسات مائية، وتشوفه كتير ما تستغرب أبدا مريض كيسات مائية. أوكي، شوف هاي الصورة الأخرى لهي الصبية، تشكو من سعال، ترفع حروري منذ عدة أيام من دون أي أعراض سابقة. أوكي، هاي مريضة نمونيا ذات رئة، ممكن ذات رئة تجي دائرية، وبالذات بالأعمار الصغيرة مو عند البالغين، باليفع وأصغر تجيك على شكل قد تكون ذات رئة دائرية. أوكي، هاي معلومة حلوة خليها في بالك إذا كنت عم تختص أطفال بالذات. ماشي، هاي المريضة مريضة كرونيك ليفر ديزيز، مريضة كبدية. شوف إذا بتلاحظ كساحة رئوية يسرى ما في شيء، اليمنى في عندي كثافة والزاوية الضرعية الحجابية مغلقة، صح؟ طيب السي تي سكان شو هو؟ هذا السي تي سكان لمريضتنا، أنا عم أنزل للأسفل، ما بدي أكثر عليك معلومات متقدمة بس عم وسع مداركك لطريقة إنك تكون تعرف تفكر. شوف أنا عم أنزل، شوف عندي بلورال إفيوجن، صار عندك السي تي هيك سهل، أوكي، أنا عم شوف الانصباب، عم شوف الكثافات، ما عاد شيء جديد بخوف. شو هاي؟ لاحظ هذا الانصباب كيف صار، حتى صار بين الأثلام، بين الشقوق، هذا انصباب جنب. أوكي، هذا انصباب. هي كثافة. بصراحة هذا انخماص دائري. هذا انخماص دائري. وهو لما يكون هيك صار انخماص بفعل الانصباب، عم يعمل شد للقصبات والأوعية، عم تعطيك هيك مثل إلى ذنب. هي بسموه علامة كومت تيل. شايف هذا المذنب؟ وله هيك ذنب اسمه كومت تيل ساين. كومت تيل ساين. بغض النظر عن العلامة وتسميته وشكله، يهمني تعرف أول شيء إنه هذا شكله انصباب. يهمني تعرف إنه في كثافة. صح؟ يهمني تعرف إنه في انخماص شكله دائري. على فكرة هاي المريضة بالذات ما عرفوا إنه هذا انخماص، شكوا إنه انخماص ولا مو انخماص، وعملوا خزعة وما طلعت ورم. يعني أقصد بس عم أعطيك فكرة إنه في انخماص شكله دائري. لأن يعني أحيانا بيكون أوضح من هيك من دون عوامل مؤهبة، بس انصباب عم ينضغط، فخلص من دون خزعة، بس عم أعطيك فكرة. أوكي، بعدها راح يذكر لي أمراض الرئة الناجمة عن الأغبرة العضوية. هلا البحث بشكل عام هو أمراض الرئة، علامة الرئة، أمراض الرئة الخلالية، وجزء منا كان المهنية والبيئية، صح؟ هلا على مستوى البيئية أو المهنية في نسميها التهاب الرئة بفرط الحساسية هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. الفكرة عم يكون في عندي عامل خارجي عم يستنشق، عم يفوت على الرئتين، عم يسبب ارتكاز مناعي تحسسي تنتج عنه الأعراض. أكثر العوامل في عندك رئة المزارع أو الطيور، مربي الطيور، هدول الشعشي. في كتير مواد أخرى بس هدول الشعشي. وبالنتيجة عندك هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. أوكي، عم يكون في عندك إكسترينسيك ألرجيك فاكتور يؤدي إلى ألفيولايتس وتظهر منه الأعراض. فارم وركرز وبيرد فانسير. أوكي، الكلينيكال مانيفستيشنز، المظاهر السريرية كيف راح يجوك؟ التهاب الرئة بفرط الحساسية، عم يكون عندك أعراض صداع، تعب عام، ألم عضلي، عندك ارتكاز تحسسي بالأخير، زلة تنفسية بعد فترة من التعرض لنفس الغبار. أوكي، بعد فترة من التعرض لنفس الغبار، وكل هي الاضطرابات مع مرور الزمن ولفترة طويلة قد تؤدي إلى تليف. طيب، بإصغاء الصدر، خراخر فرقعية،
خراخر ناعمة هي نفسها فاني كراكلز في نهاية الشهيق واسعة الانتشار والزقزقة زقزقة. يعني حبيبي إذا أنت عم تربي طيور هدول اللي بيربوا طيور مثلا ويتعرضوا لكثير مواد بيصير عندهم هايبر سنسيتيفيتي رينيتس. فإذا حبيبي إذا أنت عم تربي طيور مو ضروري رئتك تعطي صوت الطيور أوكي. ف بس قبل هيك احنا اتفقنا انه الفايبروسيس يؤدي الى فاني كراكلز خراخر ناعمه. وخليني اعطيك الاصوات تفرق بيناتهم. شوف هي خراخر ناعمه فاني كراكلز. اوكي هذا الصوت خراخر ناعمه فاني كراكلز بتسمعوا عن مرضى التليف الرئوي مرضى وتمه الرئه القلبيه. اوكي نفس هذا نفس التون نفس التون بغض النظر شهيق وزفير وتو بس نفس الصوت. انزل على الاسعاف برمضان لما بيشربوا سوس واسمع خراخر ناعمه شوف وتمه الرئه. اوكي طيب شوف هاي كورس كراكلز خراخر خشنه. بيجيك مثلا مريض ذات رئة استنشاقية ممكن تسمع عنده هيك صوت. أما الزقزقة السكوينج فيقال إنه هي ناتجة عن تضيق الطرق التنفسية الصغيرة أثناء الشهيق لما يمر فيها الهواء. أوكي حتى بتصير التهاب القصيبات أحيانا بس ما عم كتير فيه كتير عم يكون في تركيز عليها وحتى هي نادرة. وهذا صوتها أنا شو عم أسمع؟ عم أسمع خراخر ناعمة تليفية وبعد هيك هو خراخر ناعمة تليفية وبعد هو الخراخر هن نوعين دمار التليف وعنده هذا هايبر سنسيتيفيتي نومناتس التهاب رئة فرط تحسسي بعد مريض بعد تعرض لطيور أوكي وعنده تليف وعنده سكوين. وبالتالي البداية مخاتلة وبعد التعرض الطويل كما في الطيور المنزلية الأليفة ما بعرف شو المتعة من انك تحبس طير عندك بالبيت وتتفرج عليه. طيب قد يؤدي الى بعدين لتنفس مشاكل تنفسية قصور تنفسية ارتفاع التوتر الرئوي والموت. clinical features flu-like symptoms اوكي auscultation crackles squeaks اوكي can lead to pulmonary hypertension core pulmonary and eventually death. الاستقصاءات بشكل بسيط الصور البسيطة التصوير الـ CT scan high resolution CT scan الصور البسيطة راح تشوف عقيدات دقيقة منتشرة الـ CT scan الزجاج المغشى ground glass اوكي بمركز الرئة راح نشوفه بعد شوي اختبارات وظائف الرئة النمط الحاصر مثل ما اتفقنا صارت الأمور واضحة ومنطقية اختبارات الأضداد ممكن نعمل اختبارات مصلية للأضداد ما كتير هذا هام شيء كتير فرعي ما تركز عليه بسموه الأضداد المرسبة ممكن تكون موجودة ممكن تكون لا الغسالة القصبية بتفيدك تتورجي كل فوات التأييد لكونه في عندك كاس تحسسي خزعة الرئة برأي ما توجع راسك بالتركيز على هيك أشياء كثيرة بس خد فكرة واضحة. التدبير بما عندك كاس تحسسي تبعد عن العامل الممرض تقلل التماس تعطي استيرويدات تجنب العامل الممرض وانك تعطي استيرويدات حتى تقلل من هذا الشيء. يتعافون باغلب الاحيان قد يتطور الى تليف باختصار شديد. لاحظ هاي الصوره لصبيه صغيره تحس ان الصوره ما فيها شيء بس في عندك ارتشاحات شبكيه صغيره عقيديه صغيره جدا دوبا مبينه. شوف هذا السيتين نفس الصبيه إذا بتلاحظ ground glass حول صورتي الرئتين لاحظ هون أوضح ground glass شو أعمل؟ تجنب العامل الممرض وأعطي استرويدات. وبالتأكيد باختصار شديد عن أمراض الرئة الخلالية. إن شاء الله كان الفيديو مفيد. شوفكم إن شاء الله فيديو جديد. سلام.